وما سار صار الصالح صالحا الا بمتابعته للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقه ليست بمتابعته بل بمحبته، لان المتابعه انما هي ثمره المحبه، اذا احب الانسان احدا تابعه. اما المتابعه فليست دليل على المحبه، يتابع الانسان احدا خوفا منه، يتابعه مصلحه فيه، لكن اذا احب احد احدا تابعه على قولكم اوتوماتيكيا هكذا.